أنا أستغرب والشعب الفلسطيني يستغرب، أين الشعور العربي؟ أين الشعور الإسلامي؟ أين النخبة العربية الإسلامية تجاه ما يحدث في القدس وفي ما يحدث في مبارك؟ صدقوني لو كان هناك حركة بسيطة تجاه ما يحدث لحسبت إسرائيل ذلك 1000 سنة. إسرائيل تفكر 1000 مرة. إسرائيل ما أمعنت في تصرفاتها إلا نتيجة صمت مطبق، وكأن أصبح الأقصى لا يعني العرب والمسلمين لا من مكان ولا من قريب ولا بعيد. فأنا من خلال هذه القنوات الفضائية التي أرجو أن يكون هناك يوما مفتوحا إعلاميا لفضح الممارسات الإسرائيلية ووضع العالم في صورة الوضع لتوعية أبنائنا الأقصى حتى يشعر الإنسان الفلسطيني أنه ليس لوحده في معركة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. التاجر الفلسطيني يخسر، المواطن الفلسطيني يعتقل، المواطنة الفلسطينية تضرب وتبعد عن المسجد الأقصى. وبالتالي إلى متى سيبقى هذا الحال؟ ولكن أنا أملي بالله كبير، ونصر الله سبحانه وتعالى قادم، وإن فجر الأقصى سيبصق وستعود القدس إلى حاضر الأمتين العربية والإسلامية، وستكون بإذن الله هي عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، وسترفع أعلام فلسطين على أسوارها، وسننعم وإياكم إن شاء الله بصلاة آمنة في المسجد الأقصى المبارك. كما أنني أريد في هذا اللقاء، وبما أنني حضرت إلى جمهورية مصر العزيزة الشريان الحقيقي لنا لأهلنا في قطاع غزة، وأنا أتابع شؤون الحجاج، وأنتم تعلمون تريدون تصريحا مني بخصوص، أنا أشكر الجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لتقديم التسهيلات الكاملة لحجاج فلسطين.